مرحبا. لما نحكي لينكن نحكي فخامة عالية وتقنيات متطورة جدا. اليوم رح نتعرف مع بعض على لينكن افياتر الجديد لعام 2020. الافياتر هو سيارة دفع رباعي بتوفر بثلاث صفوف من المقاعد، ولكن مقاعد فخمة جدا، ومش بس هيك، تقنيات عالية ومتطورة وسباقة. من الداخل ما فينا الا ما نلاحظ الفخامة المنحوتة نحت داخل مكسورة الافياتر. اول شيء بيلفت للنظر داخل مكسورة الافياتر هو تصميم التابلو والمواد المستعملة عليه، وايضا المواد اللامعة يلي فيها الدائرات، وكل دائرة فيها محرك طائرة. هيدا مستوحى من لوحات التحكم بالطائرات. فينا نشوف مقود ايضا ممزوج بلونين من الجلود، وازار تحكم موجود عليه، واكيد عتلات تبديل السرعة بالخلف. وايضا فينا نشوف زر التحكم الصوتي موجود على المقود، شاشة كبيرة قدام السائق للمعلومات، وايضا فينا نشوف الشاشة الموجودة بالوسط. وكأنه المهندسين نسيوا انه لازم يحطوا شاشة بالوسط وتذكروها باخر لحظة ووضعوها مثل ما شايفين. تحت الشاشة في عنا ازرار التحكم بعلب الغيارات، وايضا بالكونسول ازرار التحكم بالمكيف، وايضا فينا نشوف المواد اللي مستوحات ايضا من لوحة تحكم الطائرات. بالوسط فينا نشوف القرص اللي فيك تحدد وضعية القيادة فيه، واللي هي 5. وايضا فينا نشوف مسند اليد بحجم كبير، وبالداخل في عنا علبة للتخزين بشكل واسع جدا. وايضا تتوفر اماكن التخزين بشكل جيد جدا داخل الافياتر، وفينا نشوف بالوسط حاملات الاكواب واماكن التخزين، وتحت الكونسول ايضا بيوجد اماكن للتخزين، وحتى علبة القفازات والجيوب الموجودة بالابواب. وايضا مميز داخل مكسورة الافياتر هو ازرار تحكم بالكراسي على الابواب، وايضا زر لفتح الابواب. ولتضيف الفخامة داخل مكسورة الافياتر، فينا نشوف تصميم الكراسي المستوحى من الطائرات، وفينا نشوف مزج الالوان والخياطة، وفينا نشوف ايضا كيف بيتم التحكم بهالكراسي بعدة وضعيات، من عند الاكتاف، مسند الرأس، وحتى عند الرجلين. هالفخامة ما اقتصرت فقط على الصف الاول من الكراسي، ولكن انتقلت الى الصف الثاني والصف الثالث. بالصف الثاني فينا نشوف تصميم الكراسي مثل ما ذكرت، فخامة عالية جدا وراحة عالية. بامكان ثلاث ركاب يكونوا موجودين بالصف الثالث، والمميز انه بتقدر تتحكم بالمكيف من خلال شاشة اللمس الموجودة بالوسط، وايضا بامكانك تحكم بتبريد وتسخين الكراسي. بالخلف المساحة تعتبر مقبولة، ولكن بالامكان انه تتقدم الكراسي الى الامام شوي فبتصير اريح. بتوفر ايضا مكيف بالخلف ومساحات للتخزين مع حاملات الاكواب. والمميز بالصف الثالث انه بامكانك طي المقاعد وارجاعها الى وضعيتها الطبيعية كهربائيا، هيدا الشيء لحتى يزيد من مساحة التخزين بالصندوق. النظام الصوتي متميز جدا باللينكن افياتر، بيتألف من 28 سماعة، وتخيل الصوت الرائع داخل المكسورة. أنظمة سلامة متطورة جدا بالافياتر، وهي نسبيا أنظمة لمساعدة السائق. نظام تثبيت السرعة بخليك تتكيف مع انعطافات الطريق والتثبيت داخل المسار، تأقلم مع حركة السير، وحتى التوقف تلقائيا في حالة التوقف، وأيضا التوقف التلقائي في حالة الرجوع. وأيضا بتوفر نظام مسح الطريق لتوفير راحة أعلى على الطرقات الغير مستوية. وأيضا فينا نشوف نظام الكوبايلوت 360 درجة يلي بخليك تشوف حول السيارة بشكل واضح جدا من خلال الكاميرات ومن خلال الشاشة الموجودة بالوسط. وأيضا بتوفر نظام ركن السيارة الأوتوماتيكي. كل هالأنظمة موجودة لحتى تساعد بقيادة مريحة وقيادة آمنة بنفس الوقت. محرك اللينكن افياتر مؤلف من 6 اسطوانات 3 لتر مع 2 توربو، بيولد قدرة حصانية بتوصل لل 400 حصان، والعزم 562 نيوتن متر. موصول بعلبة غيارات من 10 سرعات اوتوماتيكية. اكيد بتوفر عدة وضعيات للقيادة،
وضعيه القياده التوفيريه، وضعيه القياده المريحه، وضعيه الرياضيه، وضعيه الطرقات الزلقه على الثلوج، ووضعيه القياده على الرمال. الجميل بلينكن افياتور انه بيتاهل بالسائق بمجرد الاقتراب من السياره من خلال اضاءه المصابيح ال اي دي، الشعار الموجود على الشبك الامامي، ومن خلال شعار لينكن على الارض على جوانب السياره من كشافات موجوده بالمرايا، وايضا من المصابيح الخلفيه الموصوله ببعضها. ومش بس هيك، بتنخفض المركبه لحتى تسهل عمليه الدخول، والعكس تماما عند الخروج. اما بالنسبه لسعر الافياتور فبيبدا من 236,145 درهم اماراتي.